تقليدي. دكتور برجاوي يقول لك على سيد سعيد انه يجري تغييرات. التجربه العمليه متاع عامين نص متاع سيد سعيد، تجربته في المسؤولين في الوزراء، اولا هل انه عنده ناصيه للتغيير انه يستمع يغير؟ يقول لك الفريق المنهزم يغيره، مدرب ابسط مدرب يغير. وثانيا هل انه نوعيه التغييرات اللي قام بها يخلينا نحلم قادر باش يعمل تغييرات؟ شو التغييرات اللي عملها ونجح حساب الدكتور قدير؟ احنا نقول صور وهو يقول حلبوه. والله بارك الله فيه زميلي وصديقي مناضل كبير واحمد البرجاوي، اللي ربما مازال عنده ثقه اللي قايد سعيد مازال ينجم يغير ومازال ينجم ما فهمهاش. هو فكره بلوكي يا رجل، فكره معطل ويعتقد اللي يوصل للترمينيوس، هو نفسه يعتقد اللي يوصل للترمينيوس بعد المحطات كل مش باش يغير. ثم التنمية وتوفير المعيشة وتوفير الاستثمارات، هذا ما يجي إلا بالديمقراطية والحريات واحترام الرأي المخالف والوفاق بين مختلف الانتماءات السياسية. وإحنا عندنا ما شاء الله من التفاعل في تونس. نعم هذا هو.